وداك الشيء علاش ما كتجاوبيش انت يا الدنيا باطون. Je passe. علاش pourquoi tu passes? Je passe. Pourquoi tu passes? دابا شنو شنو هو لوريجين ديال لوريجين ديال المشكل بينك وبينها؟ سولها سونيش انا. دابا اللي سولناه يقول لك السولة اللي سولتي تقول لك السولة هي غتقول لك انت. انا ربي شاهد عليا. واخا. والناس راه عارفين شنو كاين. واش عمرك تلاقيتي معاها هي؟ تلاقيتو انتوما بجوج؟ ما بغيتش نهضر على ديك السيدة الله يسهل عليها. كاع؟ ما بغي. واخا. ما بغيتش. ما بغيتيش تكلمي عليها؟ نوب. ميني مينو ميني ميني. ما بغاش تكلم عليها حيت هذيك الا تكلمات عليها ما تبقاش تجيك ويسي ويسيوج. لا 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 حشومه عليك. لا بالعكس. شوف. لا مومو لا حشومه ما تقولش حاجه ما كايناش. دابا واش كاين مشكل كاين مشكل بيناتكم ولا كاين؟ انا ما عارف والو انا اشرح له. مومو واش الريه معايا انت؟ الانتصار. نعم. المشكل ما عرفاش انا شنو هو. وديجا قلت بزاف ديال المرات ان راه ما عارفاش المشكل والناس اللي متابعين وعارفين شنو كاين عارفين ما عارفاش شنو هو المشكل وماشي غير معايا المشاكل كاين مع بزاف دونك ما فهمتش شنو واقع اللي كنقول حاجه وحده والله حتى كنقولها بينها وبين بيني وبين راسي زعما ماشي حيتاش دابا في لا راديو الله يهديها والله يسهل عليها والله يبعدها عليا يا ربي يا ربي يا الجميع هادشي اللي كاين داك الشاشه معنا الصباح كتقول الدنيا باط انا نقول السلام عليكم ضد الله طبعا انا مسالمه بحيت واش فاهم اش عندي فهادشي اللي انا كنت شفت شي تصريحات ديال الدنيا باطمه كانت هضرت فيهم على ابتسام وعلى سلمى رشيد كنظن وقالت له بلي راه دايرين شي عمليه تجميل مع عمليه تجميل هادشي اللي كنت شفت واقيلا ولكن اكيد ان هاد التصريحات ربما كاين شي حاجه قبل منها كانت عند مراد العشابي كانوا في تيلي ماروك اللي تقول بالك اللي تطيح لك على بالك نقول لك سميات وانت تجاوبيني قول لي ابتسام تيسكت دايره قنوبتها وحنا هكا اجي شوفك حنا كاش اجي عندي دوزي ديالنا دوزي غادي دومي تور دومي تور وان كان انا بالنسبه لي زعما واخا خلينا نديرو التيست واخا فيريفيكاسيون ولا تكون بصح كتبقى شي حاجه شخصيه الناس اللي دايرين البوتوكس ياك اول حاجه ما كيعرفوش يديروا حجبانهم بحال هكا والناس اللي دايرين حناكم بوتوكس اون فوا كدير هكا كتعرف بلي دايرين بوتوكس ارا لي الجديده ديالك طبيعي هنايا جيب لي لمياء ديال لمياء خصني عافاك الحمد لله باش شي يشربوا القنوفه بعدا طيب هذه منا بري نفس طبيعي داك الشيء رخيص طبيعي 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 ناتشورال طبيعي سي بون طبيعي سي تخي تخي بون واللي بغى يدير التجميل يديرو باش يديرو يدير في راسه السوق لا هي زعما كل واحد حر في راسه بيان سور مي انا الحمد لله كلشي عارف انني ما دايرش عمليه تجميل زوينه من عند ربي الحمد لله مينو مينو مينو